معنا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. بداية، يعني تصريحات مهمة لرئيس الوزراء في هذا المؤتمر الصحفي. أول هذه التصريحات أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6%. قراءتك لهذا الرقم في ظل ما يعيشه العالم وتعيشه مصر بالتأكيد من ظروف صعبة وتحديات اقتصادية صعبة؟ مساء الخير لحضراتكم. خلينا نقول النهاردة فندم الأرقام اللي بيقولها الدكتور مصطفى مدبولي في غاية الأهمية. فعلا كان لقاء منتظر بتصريحات من الحكومة المصرية للرأي العام. التصريحات اللي يعني تحدث بيها الدكتور مدبولي النهارده فعلا تقدر له التحيه. ليه؟ لان هو بالاخص موضوع صندوق النقد الدولي لا يخفى على حضراتكم بيثير العديد من البلبله داخل المجتمع والشارع المصري. فلما يكون في طمانينه من راس الحكومه للمجتمع وللناس في الشارع ان ما فيش ضغوط زي ما بيتحدثوا في القنوات الخارجية وكثير من بعض من الأحاديث بتثير الشعب المصري، أعتقد ده بتبعث برسالة طمأنينة. الطمأنينة دي يا فندم بتترجم لاستثمار. الترجمة للاستثمار يعني الناس بتبتدي تحرك نفسها وتشتغل، بتبقى مطمئنة للإجراءات الاقتصادية اللي الدولة بتقوم بيها. أهم مؤشر قاله النهاردة رئيس الحكومة إن الحمد لله السنة المالية اللي انتهت فعلا كانت تحدياتنا الاقتصادية صعبة في العالم، ولكن حققنا معدل نمو 6.6. ده يا فندم بيوثق المجهود اللي بتقوم به الدولة لزيادة حركة التشغيل داخل المجتمع المصري. الأمر الثاني اللي ذكره دولة رئيس الوزراء إن زيادة اللي هو ما بيسمى المحفزات والدعم للأسر ب 100 جنيه اعتبارا من 1/9 القادم، ده في غاية الأهمية بالنسبة للناس، إن رغم التحديات الاقتصادية والعالم بيؤدي للترشيد، الدولة بتساند الشعب للعديد من الأسر بالزيادة على بطاقات التموين. وحتى كمان دولة رئيس الوزراء بيقول إن هو بيطمن على الاحتياطي الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية تقريبا يوم بيوم. ده بيبعث برسالة ثقة للمجتمع للشارع. صحيح. الناس لما بتطمن يا فندم النهاردة بتحس إن هي فعلا قادرة على التشغيل وزيادة الاستثمار. في غاية طبعا التحدي قاله دولة رئيس الوزراء إن الزيادة السكانية تحدي كبير أمام الدولة المصرية. عدد المواليد السنة دي تقريبا بيقترب من 2.2 مليون، رقم كبير جدا، يعني تقريبا بنزيد دولة داخل الدولة المصرية. وطبعا ده للأسف بيحتاج لمتطلبات الصحة والتعليم وطبعا اللقاح وطبعا خلاف ذلك كمان أماكن في السكن والرعاية الصحية. التوصيف اللي قام بيه النهاردة الدكتور مدبولي في الوقت الراهن زي ما حضرتك تفضلتي في ظل الأوضاع الاقتصادية، أعتقد أنا يعني أنا بثني على هذا الحديث بوجه له التحية. تفضلي. عظيم. طيب إلى أي مدى حضرتك ذكرت منذ قليل فكرة الرسائل التي خرجت من هذا المؤتمر الصحفي، رسائل مهمة ومطمئنة من بشكل أو بآخر، سواء للشارع المصري المحلي أو حتى للمستثمرين من يرغب في الاستثمار في مصر، إلى أي مدى هذه الرسائل مطمئنة للمستثمرين للدخول في نطاقات مختلفة من الاستثمار في مصر؟ خلينا نقول دايما يا فندم ان اي مستثمر سواء كبير او صغير او حتى خارجي دايما بيحاول يسمع وجهة نظر الحكومة. الدولة دي بتمشي ازاي؟ توجهها ايه؟ خلينا كمان نربط هذا الامر بالنهاردة في تداعيات مهمة جدا من البنك المركزي. البنك المركزي النهاردة طلع عدد من القرارات في هذا السياق بزيادة الحد الأقصى للإيداع داخل البنوك، وطبعا في كمان زيادة بحد السحب من البنوك. فده بيدل على ان في تناغم يا فندم ما بين الدولة وما بين الجهاز المصرفي. ده بيشجع المستثمرين. ما ننساش ان احنا الدولة يا فندم مرتبطة بالاقتصاد العالمي، والأوضاع الاقتصادية العالمية للأسف النهاردة في زي ما بيسموها كده تداعياتها صعبة، أو الأمور الاقتصادية صعبة جراء العديد من الأمور زي الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاع أسعار البترول، التضخم الكبير اللي في العالم والأسعار. فدايما لما احنا نسمع من اللي هو المصدر المسؤول عن صناعة القرار واتخاذ القرار، أعتقد ده بيبعث شيء من الطمأنينة.
فالنهارده لما بيتكلم الدكتور مدبولي بالتوصيف ده، اعتقد هتلاقي كثير من القنوات بتنقل هذا الكلام، فبتبعث رسائل طمانينه لاشقائنا سواء العرب او للمستثمرين في الخارج، وده الامور اللي احنا دايما بنحتاجها. نعم. اسمع المسؤول ولا تغض اذنك ولا لسانك عن الكلام في النقاش والحوار الدائم بينكم. طيب، ماذا نفهم من هذا المؤتمر الصحفي وما خرج منه دكتور بدرة؟ هل الفترة المقبلة، المستقبل القريب، هل يحمل مزيد من الصعوبات علينا الحرص أكثر، أم يحمل انفراج ما فيما يتعلق بقطاعات كثيرة في الاقتصاد المصري؟ خليني يا فندم اقول انا صاحب توجيه دايما، او ليا نظريه او ليا وجهه نظر، الترشيد 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 ده في غايه الاهميه. ليه؟ لان احنا دايما الحرب في العالم النهارده سبقتها طبعا تداعيات جائحه كورونا، فمأثره على الاوضاع الاقتصاديه العالميه. لا نأمن للاسواق العالميه النهارده، وانا بكلم حضرتك اسواق البترول ابتدت تعود للارتفاع مره اخرى، وبتلحق بيها اسواق الغاز في العالم في ارتفاع كبير، فده بيأثر على سلاسل الامداد. لا نأمن من امتى تنتهي الحرب الروسيه الاوكرانيه علشان الاسعار بتاعت المحاصيل الزراعيه تبتدي تتراجع وتعود السياحه مره اخرى. الامور دي يا فندم النهارده صانع القرار ومتخذ القرار سواء القيادة السياسية أو الحكومة بياخد البعد الاستراتيجي لتكوين المحاصيل أو الحاصلات الزراعية، فدايما بيقول للناس اطمنوا عندنا موجودين. لكن الاقتصاديين يا فندم دايما لا يكونوا مطمئنين إلا في استقرار الأوضاع العالمية. نعم. علشان كده دايما بقول سواء الترشيد أو إن احنا النصح للناس بإن احنا الظروف العالمية لا نأمن لها جراء العالم من الحروب، ده أعتقد ده وجهة نظر شخصية أو زي ما بيسموها وجهة نظر الاقتصاديين لحماية المجتمع والشارع المصري. نعم، دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا.